طلابي تلاميذ الصف الثاني، التعبير الكتابي دائما هواية منكم يغلطون بكتابة التعبير الكتابي. راح نيجي نتعلم اليوم شلون نكتب التعبير الكتابي. التعبير الكتابي انت مثل ما تلاحظ عندك هنا بالقراءة تشوف عندك هنا ارقام. هاي الارقام بالتعبير الكتابي ما اريدهم. طريقتنا بكتابة التعبير الكتابي، اول خطوة نقوم بها احنا هنا، شوفي انا شلون رتبت لك اياها. اول خطوة انا اعوف مقدار كلمة بالسطر الاول، هاي ما راح اكتب بيها، فقط بالسطر الاول. رقم واحد مثل ما مذكور عندي هنا، اعيش مع ابي وامي واخوتي وجدي وجدتي. انتهت النقطة رقم واحد. انا هنا ايش اسوي؟ من خلصت النقطة رقم واحد اجي اخلي فارزة. تلاحظون ايش خليت هنا؟ انا خليت فارزة. معناتها انتهت عندي نقطة. اجي على رقم اثنين، شوف التسلسل مال رقم اثنين وين موجود؟ موجود قبل الاخير. انا ما راح اكتب رقم اثنين، لا، اشيل رقم اثنين واجي اكمل حسب ما خلصت السطر. هنا انا هاي الخطوط باعتبارها هذا الدفتر. رقم اثنين هنا ما عندي مجال اكتب، راح انزل سطر جديد. بابوني نزل السطر جديد، بديت بداية السطر مو مثل السطر الاول. فبديت اكتب النقطة رقم اثنين، اطير امي وابي واساعد اخوتي واقدم الهدايا لجدي وجدتي. شوفوا السطر الثاني، اضطريت اني انزل سطر جديد. من نزلت السطر الجديد نزلت من بداية السطر، خلصت النقطة رقم اثنين. ايضا شو وضعت هنا؟ خليت فارق رقم ثلاثة. شو راح اسوي انا هنا؟ ايضا اخلي فارزه. تلاحظ عندي نقطه رقم اربعه، هاي نقطه رقم اربعه، شوفوا وين صايره نقطه رقم اربعه؟ صايره اخر وحده، نقطه رقم اربعه. نقطه رقم اربعه اجي راح اكتبها هنا اني، مش راح اقول اشاركهم بالافراح واواسيهم بالاحزان. خصت عندي النقطة، ايش راح اخلي هنا؟ اخلي فارزة. وصلت وين؟ نقطة رقم خمسة. كلنا نعمل بإخلاص ونبني مدينتنا لنعمر وطننا. انتهى التعبير عندي. من خلص التعبير الكتابي عندي، أنا ما راح اخلي فارزة أبد. دير بالك نهاية التعبير الكتابي تخلي فارزة. طلابي من نخلص التعبير الكتابي، نهاية التعبير الكتابي ما نخلي فارزة، شو نخلي؟ من هذا الدرس حتى تتعلمون كيفية كتابة التعبير الكتابي. شكراً.